بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله عن الداتيورا الكالويد توكسيستي او اللي بيسموها ابو النوم، وده برضو واحد من البلانت بويزنز اللي هي التوكسنز اللي بتستخلص من نباتات طبيعية. في كل كلامي عن الداتيورا الكالويد هبقى كأني بالظبط بتكلم عن الاتروبين توكسيستي. فبيقولي مجموعة الداتيورا الكالويد دي بتشمل الاتروبين والهيوسين والهيوسيامين. طب هي موجودة فين؟ السورس بتاعها بيقول ان هي موجودة في every part من الثري بلانتس الآتية، اللي هما الداتيورا بلانت والأتروبا بلادونا بلانت اللي هو نبات ست الحسن والهيوسيماس ميوتيكاس بلانت. يبقى ده كده اول نقطة اتكلمنا فيها اللي هو الانترودكشن بتاع الموضوع، الداتيورا الكالويد توكسيستي. يبقى كأني بالظبط بتكلم عن الأتروبين توكسيستي. فمجموعة الداتيورا الكالويد دي بتشمل أتروبين هيوسين هيوسيامين. طب موجودة فين؟ إفري بارت من الثلاث نباتات الآتية، الداتيورا بلانت والأتروبا بلادونا والهيوسيماس ميوتيكاس. ماشي. طب تاني حاجة هنتكلم عنها المود اوف بويزنينج. المود اوف بويزنينج بتاع بالداتيورا الكالويد على طول بيكون اكسيدنتال. مفيش حد هيحصل له توكسيستي بالاتروبين الا اكسيدنتال، يا اما اكسيدنتال انجيشن اوف السيد ما بين الاطفال، يا اما اوفر دوز، سواء اوفر دوز في علاج مثلا الاورجانوفوسفيت توكسيستي، اكسس يوز اوف اي دروب او اوينتمنت بتحتوي على اتروبين. احنا عارفين طبعا الاتروبين بيعمل مايدريزس في البيوبل، فبستخدمه في فحص قاع العين، فاكسسيف يوز للاي دروب او الاوينتمنت اللي بتحتوي على اتروبين ممكن تعملي اكسيدنتال توكسيستي. ماشي. حاجه تانية، اكسسيف يوز اوف الديكوكشن بتاع الاتروبا بلادونا او الهيوسوماس ليفز. ايه الديكوكشن ده؟ الديكوكشن ده بيقول لي مطحون الورقه اغليه، يعني انا اجيب الورق بتاع النباتات دي اطحنه واغليه. طب ده انا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في علاج البرونكيال ازمه. ماشي. واخر حاجه بقى بيقول لي اكسسيف يوز اوف الداتيورا سيد في الافروديازيك ميكتشر، او لها اسم تاني المازوليك ميكتشر، دي عجينه منشط جنسي. ماشي. العجينه دي بتتكون من ايه؟ العجينه دي بتتكون من الداتيورا والكنابز هوني بقى وسبايسي ونات ميكس ومش عارفه ايه. فالاكسسيف يوز اوف الافروديازيك ميكتشر دي ممكن تدخلني في داتيورا توكسيستي وكنابز توكسيستي. ماشي. يبقى دي تاني حاجه اتكلمنا فيها المود اوف بويزنينج. المود اوف بويزنينج بالداتيورا الكالويد غالبا اكسيدنتال، ده المور كومن يعني. وعرفت ازاي؟ يا اما اكسيدنتال انجيشن ما بين الاطفال، يا اما اوفر دوز. اوفر دوز دي سواء اللي هو اوفر دوز في علاج يعني كثيرابيوتيك في علاج الاورجانوفوسفيت، يا اما اوفر دوز لل اوفر يو اكسسيف يوز يعني للاي دروب والاوينتمنت، يا اما اكسسيف يوز للديكوكشن، يا اما اكسسيف يوز اوف الافروديازيك ميكتشر. ماشي. هندخل بقى على التوكسيك اكشن بتاع الداتيورا الكالويد. هنا بقى بنختلف، بنقسمه يعني. هنقسم الداتيورا الكالويد هنا من حيث التوكسيك اكشن بتاعها، الاتروبين والهيوسيامين لوحدهم والهيوسين لوحده. الاتروبين والهيوسيامين التوكسيك اكشن بتاعهم بقسمه سنترال وبريفرال. سنترال على مستوى السي ان اس، على مستوى السي ان اس في الاول بيعمل ستيميوليشن فولود بانهيبيشن فروم اباف داون من فوق لتحت. ماشي. لكن الموست سيريس افكت بيكون على الريسبيراتوري سنتر. طيب بريفرال، بريفرال على مستوى الريسبتور، بيقفل الريسبتور يعني بيمنع الاستايل كلين ان هو يمسك في الريسبتور بتاعته، فكده بيقول لي ان هو بلوك الماسكارينيك افكت بتاع الاستايل كولين ات الكولينرجيك نيرف اندنج. يبقى ده كده التوكسيك اكشن بتاع الاتروبين والهيوسيامين. ماشي. التوكسيك اكشن بتاعه قسمته سنترال وبريفرال. سنترال على مستوى السي ان اس في الاول ستيميوليشن فولود بانهيبيشن من فوق لتحت، لكن اخطر افكت على الريسبيراتوري سنتر. طب بريفرال على مستوى الريسبتور، بيقفل الماسكارينيك ريسبتور يمنع الاستايل كولين هو يمسك في الريسبتور بتاعه، فكده بيقفل الماسكارينيك افكت بتاع الاستايل كولين. ماشي. طيب ده كده بالنسبه للاتروبين والهيوسيامين. امال الهيوسين بيختلف عنهم في ايه؟ بيقول ان الهيوسين بيختلف عنهم ان هو بيعمل سي ان اس ديبريشن من البدايه فروم الستارت. ماشي. والبريفرال افكت بتاعه بيكون مايلد. يبقى ده كده التوكسيك اكشن بتاع الداتيورا الكالويد، قسمته حاجتين. ماشي. في التوكسيك اكشن ده نلاقيهم اختلفوا، هقسمهم جزئين، الاتروبين والهيوسيامين لوحدهم مع بعض والهيوسين لوحده. الاتروبين والهيوسيامين سنترال وبريفرال. سنترال على مستوى السي ان اس،
في الاول بيعمل ستيميليشن فولود بانهيبيشن. طب ريفرال على مستوى الريسبتور بيقفل الماسكارينك ريسبتور. طيب الهيوسين بيختلف في ايه؟ ان هو بيعمل سي ان اس ديبريشن من البدايه، والبريفرال افكت بتاعه بيكون مايلد. طيب هندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر برضو هقسمها سنترال وبريفرال. سنترال على مستوى السي ان اس، انا قلت على مستوى السي ان اس في الاول ستيميوليشن فولود بانهيبيشن، فكده على مستوى السي ان اس بقسمها 2 ستيج، ستيميولاتوري ستيج وبعدين سكند انهيبيتوري ستيج. ماشي. اول حاجه قلنا بيعمل ستيميوليشن. لما هيعمل ستيميوليشن للسي ان اس، ايه الكلينيكال بيكتشر بقى بتاعك كده؟ عملت انا دلوقتي ستيميوليشن للسي ان اس، فايه الاعراض بقى؟ irritability ونيرفسنس، اجيتيشن وهالوسينيشن، وهيكون ماشي عمال بيتطوح كده، ما هوش مظبوط يعني، as drunker يعني شبه الخمارجي كده في البتاع. ماشي. وبيعمل purposeless movement، بيعمل حركات ملهاش معنى، ملهاش غرض، مش مفهومة. زي مثلا بيقول لي ان البيرسون ابير ان هو جراسب، بيحاول ان هو يمسك imaginary object، حاجات مش موجودة، حاجات في الخيال. ماشي. فكأنه مثلا زي مثلا يكون rolling cigarette، كأنه بيلف سجارة مثلا، او threading needle، كأنه بيحاول يلضم ابرة. بس طبعا الحاجات دي يعني حركات خيالية تخيلية، مفيش يعني مفيش في ايده سجارة ولا في ايده ابرة ولا كده يعني. ماشي. فبنقول عليه في الحالة دي ان هو بيكون mad as hen. ماشي. طيب بعد كده بيقول لي اخر حاجة بقى، عملت stimulation للموتور كورتكس فيحصل convulsion. يبقى ده كده اول حاجة انا قلت في الاول بيعمل stimulation followed by inhibition. عملت stimulation للسي ان اس، فهيظهر على المريض باعراض ايه؟ irritability ونرفسنس، agitation وهالوسينيشن. ماشي. عمال يتطوح، staggering gait as drunker، اللي هو حركات مش مفهومة، بيكون mad as hen، اللي هو بيحاول ان هو grasp imaginary object اللي هي زي rolling cigarettes threading needle كده. وفي الاخر قلنا بيحصل convulsion بسبب ان انا شجعت الموتور كورتكس. ماشي. انا قلت في الاول stimulation followed by inhibition. بعد كده بقى حصل inhibition للسي ان اس، فبيبقى بقى فيه drowsiness، stupor، coma، death. والdeath هنا سببه respiratory paralysis، حصل paralysis للrespiration. ماشي. مش انا قلت لما انا قلت الافكت بتاعه التوكسيك اكشن، قلت على السي ان اس في الاول stimulation followed by inhibition، لكن اخطر افكت قلت على respiratory center، فالديس هنا بيكون سببه respiratory paralysis. يبقى دي اول نقطة عندنا السنترال افكت. طيب البريفرال افكت بقى، البريفرال افكت اوف الاتروبين توكسيستي يعني بنقسمها في شوية حاجات كده. بيكون المريض اللي جاي في اتروبين توكسيستي جلده ناشف حطبة، احمر زي البنجر، اعمى زي الخفاش، سخن زي الارنب، وهنفسر كل حاجة من دول. اول حاجة ناشف حطبة dry as bone. ماشي. ازاي؟ بيقول لي ان بيقل السلايفيجن، في حالة الاتروبين توكسيستي بيقل السلايفيجن، فبيبقى بقه وريقه ناشف جدا. ماشي. بيحصل dryness للماوس، فبيبقى severe thirst، و dryness للثروت، فمش هيقدر يتكلم، hoarseness of voice، dysphagia و dysphonia، ما هوش قادر لا يبلع ولا يتكلم. طب والسكن؟ هو كمان هيكون dry. ماشي. دي اول حاجة عندنا. طيب احمر زي البنجر، ايه اللي حصل هنا؟ بيقول لي حصل dilatation للكوتينوس فيزل، فالسكن ايه اللي حصل له بقى؟ هو كان دراي. ماشي. بقى hot و flushed، dry hot و flushed face. ماشي. دي حتة احمر زي البنجر اللي هي الاتروبين flush. طيب اعمى زي الخفاش، بيقول لي بقى سببها ايه؟ سببها blurred vision، ان هو بيعمل blurred vision. البيوبل بيكون dilated و fixed، والaccommodation paralyzed، فبيكون اعمى زي الخفاش. ماشي. طيب سخن زي الارنب اللي هي الاتروبين فيفر، سببها ايه؟ ان الاتروبين توكسيستي بتروح تعمل انهيبيشن للسويت سيكريشن، فالشخص اللي جاي في توكسيستي ده ما بيعرقش خالص، فبيخرجش الحراره اللي في جسمه. ده مش كده وبس، ده كمان بتروح تشجع الهيت ريجوليتنج سنتر، فبينتج عن كده ان السكن بيبقى هوت ودراي سكن. ماشي. اللي احنا بنسميها اتروبين فيفر. ماشي. ده بقى زائد ايه؟ انا دلوقتي بتكلم عن الاتروبين توكسيستي. اشهر حاجات، اشهر حاجة احنا عارفينها عن الاتروبين توكسيستي ان هو بيعمل يورين ريتنشن، احتباس لليورين. ماشي. تاكي كارديا، البلس بتاعه بيبقى سريع، رابيد بلس. واهم حاجة بقى، لان هي الايرلست سيبتوم اصلا للتوكسيستي، اللي هو بيتر تيست في الماوس،
اول حاجه بيعملها خالص، اول مانيفيستيشن للتوكسيستي طعمه لاذع، بيعمل بيتر تيست في الماوس. ماشي، يبقى ده كده الكلينيكال بيكتشر اوف الاتروبين توكسيستي، قسمتها سنترال وبريفرال. سنترال على مستوى السي ان اس في الاول بيعمل ستيميليشن فولود بانهيبيشن. ماشي، طب بريفرال؟ بريفرال بقول ان هو الشخص ده بيبقى بقى ناشف زي الحطبه، احمر زي البنجر، اعمى زي الخفاش، سخن زي الارنب. زائد اشهر حاجات للاتروبين توكسيستي ان هو بيعمل احتباس لليورين اللي هو يورين ريتنشن. ماشي، وتاكي كارديا، النبض بيبقى سريع. ماشي، واهم حاجه بقى لان هي الفيرست سيبتوم اصلا، الايرلست سيبتوم اوف التوكسيستي اللي هو بيتر تيست في الماوس اللي هو طعمه بيكون لاذع. ماشي، يبقى ده كده الكلينيكال بيكتشر اوف الداتيورا توكسيستي او الاتروبين توكسيستي. طيب بعد كده بقى بيقول لي الانتي كولينرجيك سيندروم اللي هو بقى الحاجات اللي احنا قلناها، هوت از هير، بلايند از بات، دراي از بون، ريد از بيت، مات از هن اللي هو احمر زي البنجر، اعمى زي الخفاش، سخن زي الارنب. ماشي، ومات از هن اللي هي البربلسس موفمنت وكده يعني. ماشي، عشان لو جت في الكيس او كده. طيب الوقت بقى هنتكلم عن الديفرنشال دياجنوزز اوف الاتروبين توكسيستي. الاتروبين بويزنينج بعمله ديفرنشال دياجنوزز مع ايه؟ مع الاكيوت الكحول توكسيستي والاكيوت كوكايين توكسيستي. ماشي، والهيت ستروك اللي هي ضربة الشمس. بس هنا بقى في الحالة دي بيقول ان انا ممكن استبعدها بالهيستوري والنورمال بيوبل وكده. طيب دلوقتي انا عاوز اعمل ديفرنشال دياجنوزز ما بين الاتروبين بويزنينج والاكيوت الكحول والاكيوت كوكايين بويزنينج. ماشي، اول حاجه خالص عايز اعرف بقى نقاط المقارنه اللي هنقارنهم. اول حاجه خالص السميل، الوحيد اللي له كاركترستيك اودر او كاركترستيك سميل هو الكحول، لكن الاتروبين والكوكايين لا. ماشي، بعد كده هقول بقى هفتكر الحاجات بتاعت الاتروبين، احمر زي البنجر، اعمى زي الخفاش، سخن زي الارنب وهكذا. احمر زي البنجر يبقى حاله السكن، الكونديشن اوف السكن. في الاتروبين بيبقى دراي وهوت وفلاشت، الوحيد اللي دراي. امال الكحول والكوكايين الاثنين مويست. ماشي، بس الكحول مويست وفلاشت والكوكايين مويست وبيل. ماشي، طيب بعد كده اعمى زي الخفاش يبقى حاله البيوبل. ماشي، الاتروبين بيكون دايليتد وفيكسد، الاتروبين والكوكايين دايليتد. بس الاتروبين دايليتد وفيكسد، الكوكايين دايليتد ورياكتيف. الكحول الوحيد اللي كونستريكتد ورياكتيف. ماشي، بعد كده اللي هي سخن زي الارنب اللي هي البادي تمبريتشر. ماشي، الاتروبين والكوكايين الاثنين عالي، الكحول الوحيد اللي سب نورمال. واخد معاها البلاد بريشر بالمره، الاتروبين والكوكايين الاثنين عالي، الكحول الوحيد اللي بيقل معاه. ماشي، بعد كده بقى الاستاجرنج جيت، الاستاجرنج جيت دي موجوده مع ايه؟ مع الاتروبين والكحول، الكوكايين نورمال. طب البربلسس موفمنت دي موجوده مع الاتروبين بس. ماشي، طيب يبقى انا كده دلوقتي عملت ديفرنشال دياجنوزز اوف الاتروبين توكسيستي، عملت له ديفرنشال دياجنوزز مع ايه؟ مع الاكيوت الكحوليزم والاكيوت كوكايين بويزنينج. ماشي، اول حاجه خالص هشم ريحه نفسه، السميل بتاعه الوحيد اللي له كاركترستيك سميل اللي هو الكحول. بعد كده هفتكر بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليهم، احمر زي البنجر اللي هي الكونديشن بتاعه السكن، اعمى زي الخفاش يبقى حاله البيوبل. ماشي، سخن زي الارنب البادي تمبريتشر، واقول معاها البلاد بريشر لان الاثنين شبه بعض. ماشي، الاستاجرنج جيت مع الاتروبين والكحول بس، البربلسس موفمنت ده مع الاتروبين بس. ماشي، طيب اخر حاجه هنتكلم عنها التريتمنت، نفس الاسطمبه اللي احنا ماشيين عليها في كل منهج التوكسو. حاله التوكسيستي جايالي يبقى الف ب سموم، اول حاجه اقدمها لها الامرجنسي تريتمنت، الاسعافات الاوليه. ماشي، بعد كده عاوز اشيل التوكسين ده من الجسم، من فوق بالدي كونتامينيشن، من تحت من خلال الدياليسيس كده اللي هو الاليمينيشن، وفي النص عالج بالسبيسيفيك انتي دوت بتاعي. ماشي، طيب الوقت التريتمنت، اول حاجه قلت هقدم له الامرجنسي تريتمنت اللي هم ادجاست الاي بي سي، نفس النقطتين اللي احنا مثبتينهم، مينتين الاير واي واسيست الفنتيليشن، تريت الكوما والكونفولجن اف بريزنت. ماشي، دي اول حاجه عندنا. تاني حاجه دي كونتامينيشن،
الديكونتامينيشن هنا بعمله بايه؟ بيقول لي بعمله باللافاج والاكتيفيتد شاركول والكاثريتيك. طيب هنتكلم عن اللافاج. الجاستريك لافاج ده دان فور ودان باي. دان فور نخلي بالنا احنا اول مره نقول دان فور دي. دان فور الكراش دي سيد. طب دان باي بغسل بايه؟ بالبوتاسيوم برمنجنات. ماشي، يبقى ده اول حاجه بالنسبه لللافاج. طيب بيقول لي الاكتيفيتد شاركول والكاثريتيك، بيقول لي ان انا بديهم له بديهم للمريض كطريقه للكونتامينيشن، يعني ايفن افتر 24 ساعه من الانجشن، لانه بيقلل الانتستينال موتيليتي، فبيقعد كتير يعني في الجي اي تي وكده. يبقى ده كده انا دلوقتي بتكلم في التريتمنت. قلت اول حاجه الايمرجنسي تريتمنت اللي هو ادجست الاي بي سي، تاني حاجه دي كونتامينيشن عن طريق اللافاج والاكتيفيتد شاركول والكاثريتيك. اللافاج اتكلمنا فيها شويه، دان فور ودان باي. الاكتيفيتد شاركول والكاثريتيك بيقول لي تديهم له ايفن افتر 24 ساعه من الانجشن، لانه بيقلل انتستينال موتيليتي. اهم نقطه عندنا في العلاج بقى السبيسيفيك انتيدوت. بيقول لي الاتروبين توكسيستي بعالجه بتلاتة بي، اللي هو الفيوستيجمين والبروستيجمين والبايلوكاربن. ماشي، بيقول لي الفيوستيجمين ده بستخدمه في السيفير كيسز، الحالات السيفير. طب بتستخدميه بجرعه ايه؟ لا، في الجرعه هقسمه ادلت وتشايلد. الادلت 2 ل 5 ميلي جرام سلولي اي في. طب التشايلد؟ التشايلد نص ميلي جرام لكل كيلو اي في. طب هو بيشتغل ازاي الفيوستيجمين ده؟ بيقول لي ان هو انتاجونايز البريفرال والسنترال اكشن بتاعه الاتروبين، لانه بيعدي البلاد برين بارير. ماشي، يبقى ده كده اول حاجه اللي هو الفيوستيجمين. ماشي، البروستيجمين عايز عنه كلمه واحده بس، الجرعه بتاعته 1 ميلي جرام سبكوتانوس. ماشي، طيب البايلوكاربن، البايلوكاربن بستخدمه في المايلد كيسز، المايلد كيسز بس. ماشي، طب بستخدمه بيشتغل ازاي؟ بيقول لي ان هو انتاجونايز البريفرال افكت بس، لانه ما بيقدرش يعدي البلاد برين بارير. طب ليه انا بستخدمه في الحالات المايلد بس؟ بيقول لي بستخدمه في الحالات المايلد بس ليه؟ لان في الحالات السيفير البلوكد ستراكشر ما بتستجيبش للبايلوكاربن. ماشي، يبقى انا كده دلوقتي دي اهم نقطه عندنا في العلاج اللي هو السبيسيفيك انتيدوت. السبيسيفيك انتيدوت بتاع الاتروبين 3 بي في يوستيجمين والبروستيجمين والبايلوكاربن. البروستيجمين عشان اخلص منه الجرعه بتاعته 1 ميلي جرام سبكوتينوس. ماشي، الوقت الفيوستيجمين والبايلوكاربن. الفيوستيجمين ده في السيفير كيسز، لكن ده في المايلد كيس. ده انتاجونايز البريفرال والسنترال افكت، يعني بيعدي البلاد برين بارير. ده انتاجونايز البريفرال افكت بس. ماشي، وعرفت البايلوكاربن في الحالات المايلد ليه؟ لان لو الحاله سيفير هنا البلوك ده ستراكشر خلاص ما عادتش بتستجيب للبايلوكاربن. ماشي، بعد كده هنتكلم عن الانهانسد اليمينيشن. بيقول لي الانهانسد اليمينيشن هنا بعمله بالمالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول فولود بلاكسيتيف في نهايه العلاج. طيب بالنسبه للدياليسز، لو جيت اعمل دياليسز بيقول لي لا نوت افكتيف بسبب لارج في دي. ماشي، طيب اخر حاجه في العلاج عندنا السيمبتوماتيك تريتمنت. السيمبتوماتيك تريتمنت ده بيقول لي حسب الستيج اللي انت فيها، يعني في الاستيميلاتوري ستيج اديله حاجه سيداتيف، طب لا في الانهيبيتوري اديله حاجه ستيميلانت. ماشي، وبعدين الحاجات اللي احنا بقى عمالين نقولها من اول الموضوع، سخن زي الارنب، احمر زي البنجر، اعمى زي الخفاش وكده. سخن زي الارنب اللي هو الاتروبين فيفر، يبقى اعمل له كولد كومبريس كمدات ساقعه. اعمى زي الخفاش يبقى احط له بارافين اويل في الاي وفي النوز وكده. طيب اللي هو ناشف حطبه يبقى احط له ستيبلينج ووتر في الماوس، اللي هو بقه ناشف جدا يبقى احط له ستيبلينج ووتر في الماوس. ماشي، يبقى ده كده تريتمنت اوف الاتروبين توكسيستي. نفس الاسطمبه اللي ماشيين عليها، اول حاجه هقدم له الامرجنسي تريتمنت اللي هم ادجست الاي بي سي، وبعد كده الدي كونتامينيشن عن طريق اللافاج والاكتيفيتد شاركول والكاثريتيك. اللافاج دان فور ودان باي. ماشي، بعد كده اهم نقطه في العلاج السبيسيفيك انتيدوت. ماشي، الانتيدوت بتاع الاتروبين 3 بي. ماشي، اللي هو الفيوستيجمين والبروستيجمين والبايلوكاربن.
بعد كده ال enhanced elimination عن طريق ان انا اديله multiple dose activated charcoal، وفي الاخر symptomatic treatment اللي هو على حسب ال stage اللي هو فيه، لو هو stimulatory اديله حاجة sedative، لو هو inhibitor اديله حاجة stimulant وهكذا، وكمادات بقى وبارافين اويل في الاي واللي هو stabling water في الماوس وهكذا. ماشي، خلاصة الموضوع بقى بيقول لي الانتي كولينرجيك سندروم عشان لو جت حالة، يعني في لو جت كيس في الامتحان او كده. ماشي، الحالة بتجيلي ازاي؟ اللي هي حالة توكسيستي بالاتروبين مثلا، دراي ماوس، دايليتد بيوبل، فلاشد ابيرنس وفيفر. ماشي، عنده يورين ريتنشن وديس اورينتيشن. دي حالة كده الانتي كولينرجيك سندروم، دي تجميع كده عشان الكيس في اخر السنة يعني.